ذهنك، لأن ما لو كان على كرسي يتفضل أن يجلس على الأرض. منها وإلها اجلس على الأرض، الله يكرمك بالإيمان. الضيوف جلسوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سن بسنه ليوم الدين. إخواني قبيلة بني حسن وعشيرة خالي خاصة، لقد شرفوني هذه الجهة الكريمة أن أتكلم باسمهم، ولست ولا أعلم منهم ولا أقدر منهم على التعدد، وكل منهم واحد جاه وكل منهم واحد قامة، لكن شاكر لهم هذا التكريم، كرموني كبر سني شاكر لهم هذا التكريم. بادي لبيت نقرأ الفاتحة على روح المتوفي. والله إن هذا الحدث حدث جلل كبير ويمس كل الأردنيين، ونحن والله معكم قلبا وقالبا، وإحنا فزعة، لكن اذكروا الله بالدخل. يقول الحق سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول الحق: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول الحق: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخواتكم لعلكم ترحمون. ويقول الحق: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الحق: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. هذه الجاه الكريمة آتي إلى هذه القبيلة الكريمة، إلى هذه العشيرة الكريمة، تطلب عفو عشائري باعتراف كاملا على هذا الحدث والمصاب الجلل. والله لو احنا مدفور علينا لكنا في صفكم واقفين قدامكم معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الجاه الكريمة، الحضور الكرام، قبيلة بني حسن، المدرسة، الخلائلة، ضيوف الخلائلة عامة، ارحبوا بالجاه الكريمة، جاه بني صخر والبلقة ومن معهم في معيتهم، حياكم الله ومرحبا. الجاه تطلب العفو باعتراف كامل. الجاه هذا العزيز علينا يتواضع بني حسن والخلائق عن هذا الامر الجلل، واللي معروف شو هو الرجل الذي انقتل، معروف من بين ربع. الرجل هذا مو اي رجل يا اخوان، هذا رجل له وضع بين قرايبه، هذا رجل معروف قص الفتى عند ربعه، قص الفتى عند ربعه، والله جرح مشاعرنا وجرح قلوبنا، وخاصة إن الأمر ما فيه له سبب، السبب يكاد أن لا ينكر أفضل، نكاد أن لا نذكره أفضل، لأن الجار الوفي، الجار الكريم، الجار المسلم اللي أدى حق الجار بالأمانة وبالطيب وبالكرم وبعادات الناس وعرف الناس، وهذا مشهود له رحمه الله مع الجاني المجرم الخسيس اللي أقدم على هذا العمل، كيف أنه أدى أو أنه قابل المعروف وحق الجيرة بهذا العمل المشين، كيف توفى والده المجرم قبل فترة وجيزة، وكان هذا البيت، هذا البيت على نفقته. احنا لا نقول للميت الا نذكر محاسن، وهذه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بنى البيت هذا اكراما لله، ثم للحق الجيرة، ومن ثم اكرمهم بالضيافة وعادات الناس. هذا ما حدث من عارف الخلائق،
رحمه الله أبو عون، وهذا مشهود الكلام، ويقابل بأنه في لحظة شيطانية من هالمجرم أنه انطلق من بيته ومعه ثلاث شباب إخوة مسلحين، جابه هالرجل وهو معروف شو رجولته رحمه الله، ويجوه عليهم الله بالشهود الأعيان خاليين الشهوة، اللي منهم ما من أقارب هذاك الخسيس هذاك المجرم من أقاربه بلغونا بالشهادة اللي شافوها انه كان يشوفهم بالله لا إله إلا الله، وكان يحلمهم بالله انه لا تطلق النار، هو مجرد من السلام وينتظروا لحظات الإفطار، ينتظروا لحظات الإفطار. أجواك بالله يا رجل حسب ما وردوا الشهود الأعيان الرجال الصحابة، واحد منهم رجل فاضل محامي رجل بالغ السن كبير السن واعي، وابنه كذلك الأمر، بالله عليك يا رجل لا تطلق النار، واطلق الطلقة الأولى والثانية والثالثة، والرابعة كانت بحل القتل بل مقتل اللي الله سبحانه وتعالى قدر وفعل، والحمد لله على تقدير الله سبحانه وتعالى. بالله عليك كل مثل هذول عليهم عطوها، احنا ما نحكي عن ولا حاجة، احنا نحكي عن الأسرة اللي فزعت عليه واللي دجاجين بسلاح حاملين السلاح وهاجمين عليه، وعلى ايش؟ انه حاكي واحد اقعد او كذا، امر لا يذكر، امر ابوك لا يذكر يا اخوان، لكن اكراما لله، اكراما لله عز وجل، اكراما لله، واكراما لسيدنا والجاه الكريمه والحضور الكرام الافاضل اللي شرفونا بحضوركم يا اخوان، اهلا وسهلا بكم. وحتى نبعد الفتنه، اللهم ربي ابعد عن الفتن، ونحافظ على هذا التراب، ونحافظ على وحده صفنا، ونحافظ على ابنائنا، ونحافظ على اعراضنا، ونبعد الفتن عنا. نسأل الله عز وجل ان تكون في ميزان حسنات عالية. وشكرا للجهة، وتفضلوا في شروط ودنا ابن عمي علي السلام الفاضل يقرا وتمكن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين، نتبعه ونسير على خطواه إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بالجاه الكريم، أهلا وسهلا بالإخوة الحضور، الإخوة الجاه الكريم والحضور، تعلمون أن اجتماعنا هذا هو بخصوص الجريمة النكراء التي ارتكبها المجرم الغادر الذي لم يراعي حرمة رمضان، والذي لم يراعي حق الفجر، لكن نقول هذا القضاء والقدر الذي نؤمن به حسب تعليمات ديننا الحنيف، ونقول قدر الله ما شاء فعل. حقيقة للجاه الكريمة كل التقدير والاحترام، هذه العشيرة عشيرة الخلائل بني حسن وجيرانهم وأصدقائهم من الحضور، آلمهم مثل ما آلمنا هذا الجرح الكبير. نقول لنا مطالب، ولا نقول للجاه الكريمة لنا شروط، لأن هذه الجاه كرست نفسها دائما ككل العادات الأردنية الطيبة لعمل الخير، ونتمنى من الجاه الكريمة وكما تفضل أخي أبو علاوي أن
تكون هذه المطالب وهي مطالب عادية ومطالب حقيقية تتفق مع العادات الأردنية العريقة العشائرية. وأول هذه المطالب الجاني ليس مشغولا بالعقل، والمطلب الثاني جلوة الجاني وخمسته من محافظة الزرقاء. وهنا فاتني أن أذكر وأقسم بالله العظيم أن والدته وشقيقاته استجارت بي وأنا نائب البرلمان قبل شهر، واتصلت مع رئيس المجلس الموجود وقلت له هذا الشاب استجارت والدته وأخوانه. على كل المطلب الثالث استنكار الجريمة واستنكار من ذوي المجرم، ومنها عدم السعي في الدوائر الحكومية وفي القضاء للتخفيف ولطمس الحقيقة عن المجرم، كتوكيل محامي لهذا المجرم. المطلب الرابع ولو أني أطلق، وهو تعلمون الأخوة الجاهة الكريمة وأنتم من خيرة عشائر هذه المملكة أن فرة الدم تتبعها إجراءات، وما حدث تعتبر فرة الدم أي أحداث حدثت وأي أضرار حدثت. أنا أطلب من الجهة الكريمة ومن كفيل الوفاء أن تفتح كافة القضايا التي ستقوم أو قامت على أثر فرط الدم، وهذا مطلب عشائري قديم ومعروف عليه، وأعتقد أنني يعني لم أطل في حديثي. وهذا المطلب الرابع والأخير، أهلا وسهلا بكم، كل التقدير والاحترام لشخوصكم، وأهلا وسهلا. يسلم إيديك الأخوان الكرام. اللي تفضل فيها المطالب هذه ما اجتمعت عليها العشيرة، وهذا هي مطالبنا اللي لا خلاف عليها ولا نحيد عنها. أرجو أن تكون الجهة الكريمة وكلكم من أهل العلم وكلكم من أهل الكار أن تكونوا متمكنين من هؤلاء الناس حتى إحنا نكون مسنودين بكم وبكم على أن نصل حقنا وأن لا نلجأ إلى أمور أخرى، فمكتفين إحنا بكم. وأرجو أن يكون الأمر كذلك. أشار ابن عمي إلى أنه شكايات، وهذه تحدث في هذا الأمر وغيره، شكايات مادية قد يكون ما لها أصل. مثلا واحد من عيالنا خلص مسدس من أخوه وأخذ المسدس سبب للشرطة، اعتبروا أنه هذا المسدس وهو إله ومملوك ومشهود من شهود العيال اللي أسلفنا الكلام فيهم انه هذا المسدس خلصوا من واحد منهم ووصل الان بيد الشرطة وكذا، وهم قلبوا الاحداث وقلبوا الامور، وهذا مو جديد على الحديث اللي يصل الى هذه الامور ان يطلب اجوى من هيك امور. والصلاة على رسول الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبيلة بني حسن الكرام المشهود عنهم بالطيب والشجاعة والجيرة، أنتم كرام الناس. أولا عظم الله أجركم،
ورحم الله ميتكم وأحسن الله عزاءكم. إذا وقع القدر سلب الله سمع وبصر. الجاهة الكريمة هذه أتت إلى بيتكم العام معزين وملتزمين بما تطلبوه. بالنسبة للشروط اللي أدلى بها سعادة الأخ النائب عن السالم الخلايلة، مطالب وليس الشروط. اسمح لي اكراما لكم، احنا ملتزمين بما لو سمحت. اذا سمحت، اما الحوادث الفرديه احنا مكلفين بهذا من ذوي المجرم بالعفو والاعتراف وما يترتب علينا من شروط مستقبليه، مثل ما تفضل اخونا على السالم. لا محامي، هذا مجرم، احنا ما نشجع المجرم على اجرامه، احنا نطلب اعدامه فورا. طيب احنا بالنسبه للمجرم، صلوا على النبي. أنتم من كرام الناس ومن أهل الشجاعة والفروسية. إحنا في قضاءنا عادل. الجرائم اللي تركبت مثل ما تفضل أخوي العلاوي إنه مسدس تحول إلى هذا. قضاءنا عادل، أمننا جيد، قانوننا جيد والحمد لله. المجرم يعدم، المجرم يعدم، والمجرم يعدم إن شاء الله. والقضاء هو الحل الوحيد. أما ما يتلبس بفورة الدم، أنا بأيد وكلنا بنأيد. بالنسبة لفورة الدم أعتقد كل إنسان عنده شعور لا يملك وقت الحدث، فنرجو العفو اللي تطلبوها إلى ما شاء، إلى انتهاء القضاء، ونترك الباقي لأخواننا. ما شئتم احنا ملتزمين، ونترك الحديث لاخواننا افراد الجاه الكرام اللي هم انا بفتخر فيهم شخصا شخصا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا اسم اجمل من اسمه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد العربي الهاشمي، مدرسة كل من قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إخواني الحضور الكرام، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب العطوفة، الشيوخ الأفاضل، الوجهاء الكرام، الحضور عامة بدون تخصيص، حضور المدرسة الذي أرى فيه على أن يزيد عن 2000 شخص. وأنا لما أقول المدرسة أنا جزء من المدرسة. هذه الجهة الكريمة كفت بما فيها وهي رئيسها ابن ثاني، ونعم عفت معه. إحنا لسنا محكمة، إحنا نطلب مثل ما تفضل أخويا أبو مشعل علي الزيدان شيخ الفاضل، نطلب بإعدام هذا الرجل ونقر بإعدامه. لكن هناك قضاء مثل ما تفضل ينصف كل انسان في حقه، ولو كتبنا ولو رجسنا ولو سوينا كل شيء القضاء ما يرد علينا. سعادة النائب الكريم المتكلم يدرك ما اتكلم، والحضور يدرك ما اتكلم. هناك امن ضبط الجريمة، وهناك بحث جنائي ضبط الجريمة، وهناك امن وقائي ضبط الجريمة. لكننا نقول إذا تكرم يا شيخ نرفع، نقول إحنا معكم بما يرضى الله. إنما إذا كان هناك حريق بيوت في فورة الدم أو أمور ثانية لها علاج آخر مرة عندنا يا الحجارنا، وعند بني حسن، وعند البلقة، وعند بني صخر، وهي كل الأمور، وهي عادة سيئة ما يقبلها إنسان، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن إحنا بنقول عطوة
باسم الجاهة كاملة إذا تتكرم علينا. عرفت. إحنا بدل ما نحذفكم وتعذبونا نطلب تمددون العفو شوية. مصلحة إلنا وإلكم. والله العظيم من افطرنا واحنا نمشي واحنا نتهدى يمين وشمال. وهذا واجب علينا وعلى كل اردني هذا الامر. فنطلب من اهلنا واقاربنا وفتحتنا بني حسن المدرسه. بني حسن. واقف عن كلمه بني حسن من بعثنا يا شيخ نمصى العاديين. المدرسه سالمه انتبه بابا. بني حسن يا شيخ يرسم حيلين مثل الضباب اللي يلتحق في الصحافه. الخوف والرمان يروح المحاذير والعنبر حسبان ما له مهابه. الان عند القول هذا عقل. واتمنى ان تتردوا علي في مثل هذا الطيب وانتم اهله. احنا نطلب منكم عفوه اقلها لان هذه جريمه نكراء. هذه جريمه نكراء حتى انه يلزم وحتى انه ياخذ عقوبته. والله بجاه النبي محمد ان يلهم قائد البلاد سيدنا على طول عمره على توقيع على اعدامه لانه هذا امر لا يجوز. وهذا امر صار يسوي شر بين الاسره وبين الصفوف المتناسقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سيدي عاده الاردنيين الشرطه دائما وابدا تكرم بعضها بعضا. المجرم ليست له قرار. نحن نكرم هذه الجهة الكريمة التي تمثل كافة اصدياق العشائر الأردنية العريقة. المطالب التي تحدثنا عنها ونقول ونكرر ليست شروط. هذه أقل ما نطلبه من الجهة الكريمة مقابل الجريمة الشنعاء التي ارتكبها هذا الجاهل. اخواني العفو احنا بدنا نقول 6 شهور. واتمنى ان نكتب العفو وان تقبلوا. شكرا. اعتبروها 6 شهور مثل ما قال لابن عمنا جزاكم الله خير. فضلا عن نؤكد ودنا نأكد اللحظات الأولى من فوق الدم احترق فيها بيته نفسه. هذا لا تنازل عنه. هذا يعتبر انه هبو انه منتهي. فضلا عن انه لا يقوم بوضع محامي او انه يتجول في تعب الزرقاء في اي موقع من مواقع. هذا للقضاء، القضاء في 15 شهر. يا شو؟ نعم. المسدس. 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 مسدس. خلص المرحوم واحد اشقائه خلص المسدس. قصة المسدس العلاوي وانت اخوي هذا الدولة مسؤوليتها والبحث الجنائي والقضاء الاردني يكتب. احنا ما نقبل الظلم واحنا بدنا الحقيقة وبدنا العدل. شكرا. حياكم الله. ما في والصلاة والسلام على رسول الله. ما بدا علينا الا ان نشكر الجاهة الكريمة الجاهة الاصيلة التي مثلت عشائر البلقاء وبني صغر ومن معهم ونقول الله يديم هالبلد ويحفظ هالبلد ويحفظ شباب هالبلد ويديم سيدنا على رؤوسنا واحنا ضد كل من شاف وشعوذ ويستنكر ويدس انفه بين صفوفنا ويعتبر انه هو له وطنيه وله كذا واحنا لا، لا بل احنا اصحاب الوطن وهذا تراثنا وهذا ملكنا وانت الخليفه انت حي في وطنك انت
يحرك ودفع الله عن يسلم بخير. والصلاة والسلام على رسول الله. يلا عليك.